15 مقطورة سمك متنقلة تم توزيعها على بائعي سمك متجولين بولاية عنابة قصد السماح لهم بممارسة تجارتهم في ظروف صحية عالية. والعملية تدخل ضمن برنامج الحكومة الرامي إلى القضاء على التجارة الفوضوية. هذا الشباب نخرجوه من تجارة غير شرعية إلى تجارة قانونية أول حاجة. الأمر الثاني هو أن السمك يباع في ظروف صحية ومهنية، في ظروف صحية جيدة، نقدم السمك للمواطنين في ظروف صحية جيدة. الأمر الثالث هو أن حتى هذا السمك راح يكون يعني يتوزع حتى للدوائر والمداشر والبلديات البعيدة. وقد تم إحصاء البائعين الفوضويين ضمن اتفاقية تعاون بين وزارتي الصيد البحري والتضامن الوطني وكذا مركب سيكما لصناعة الدرجة بجالما لتجهيز هؤلاء الباعة. تضمن الوكالة تموين المقطورات ووزارة الصيد البحري بتحديد القائمة الأسمية للمستفيدين. المقطورات الموزعة سوف تسمح للمستفيدين بالعمل دون عناء وفي ظروف ملائمة. راح يبدل النظرة تاع كيما نقولوا احنا للمواطن اللي يبيعوا السمك هذوما، يشريوا السلعة وهما مطمئنين. لما يكون ندزو في كروسة نوصل بس هذيك واحد زوج سوايع، درك نوصلوا بربي شهر نص ساعة من ناحية الحوت ما يفزدش لاكراسيار والحمد لله. أكثر من 60 ملفا يوجد قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بعنابة في انتظار توزيع عدد آخر من المقطورات في أجال قريبة.